قال رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم، مع الإتلاف أتلف مال معصوم يجب عليه الضمان ما لم يرضى صاحب الحق بسقوط حقه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وينتفي التأثيم عنه والزلل، لا إثم عليه. نعم. ومن مسائل الأحكام اتبع يثبت لا إذا استقل فوقع. يقول القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. بيع المجهول يصح، بيع الحمل يصح، عنده ناقة حامل وقال بيعك ما في بطن هذه الناقة وإن شاء الله يخرج لك ذكر، ها إيش تقول؟ ما يجوز. طيب يبيع الناقة وهي حامل يصح؟ يصح، مع أنه هنا يوجد شيء من الجهالة والغرر معفو عنها. الشيخ عنده عمارة ما شاء الله، قصر، وراد أن يبيع القصر، وجاء الشيخ يشتري منه هذا القصر، قال اسمع لابد أطلع على كل شيء. هذا يقول إيش كل شيء؟ قال أريد أعرف أساسات هذا البناء تكسر لي يا رجل. قال لابد حتى ما يكون بيع غرر، والأسلاك الكهربية في الداخل والمواسير وكذا وكذا. قال يا رجل ما أبيع البيت، تكسر الخرب صحيح. يقول هذا لك الفحص لك كذا، والظاهر عنوان الباطل، وممكن تفحص لكن ليس بهذا التدقيق لهذه الدرجة، صح؟ ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلاله، والبيع صحيح، مفهوم؟ أي نعم. تعيد. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم، يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. نعم. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحكم. نعم، العادة محكمة، خذ العفو وأمر بالعرف. الآن المرض، وإن كنتم مرضى أو على سفر، المرض هنا لم يحدد في الشريعة، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي، قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته. وكل ما أتى ولم يحدد، لم يحدد لنا الشارع الحكيم المرض، فإنسان لديه جرح وأفطر في نهار رمضان، وهذا يقول لماذا تفطر صحيح معاه؟ قال مريض. ها إيش رأيك يا شيخ؟ لا، نقول المرض ارجع فيه إلى العرف، المرض الذي يضر به إذا صار في التداوي أو في أزيد في مرضه، أما هذا الجرح لا. إذن كل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز، الحرز السارق هو من أخذ شيئا تزيد قيمته على ربع دينار فصاعدا من مكان حريز، يعني من حرز. ما هو الحرز؟ الحرز قال يرجع فيه للعرف. تعرفوا عندكم بعض الأسواق الشعبية يعني ما يضع هذا الباب أو الألمنيوم أو كذا، يضع قطعة قماش صحيح؟ وضع قطعة قماش وخرج للصلاة، وجاء إنسان ورفع قطعة قماش وأخذ المتاع وفر، لماذا؟ قال سبحان الله لم يغلق عليها، فهذا حلال وجائز يصح؟ لا صح. جاء إنسان وأخذ سيارة من السيارات، لماذا؟ قال موجودة في الشارع يا أخي، فهذه دليل على أنها ليست لأحد. نقول لا، هذه في عرفنا الآن حرز. أي نعم. إذن كل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي. نعم. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحدد. إذا لا جاء الحد من الشريعة ما يمكن نتعدى، وإن لم يأتي نرجع إلى العرف. ذكرنا المثال في المرض وكذلك السفر. نعم. مثال قال عندنا بعض الناس أنا مسافر. وين مسافر؟ هذه المنطقة اسمها الفردوس. قال مسافر إلى أين؟ قال إلى أقرب منطقة، ها؟ عبد الله المبارك. مسافر استودعكم الله. قال هذا في العرف لا يعد سفر أصلا، لكن قال هذا أنا مسافر. إلى أين؟ قال إلى مكة. نعم سفر. نعم. قال رحمه الله: معاجر المحظور قبل آنه قد باء بالخسران محرمانه. نعم، من استعجل الشيء قبل آنه أو آنه عوقب بحرمانه. قتل والده، لماذا؟ قال أريد أرث.
ايش نصنع؟ ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. اي نعم. فاذا استعجل الشيء قبل آنه او اوانه عوقب بحرمانه. نعم. قال رحمه الله: وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ان اتى التحريم، النهي اذا كان عائد الى ذات المنهي عنه او شرطه فهو حرام، وإذن الفعل باطل. واذا كان النهي لامر خارج فالخارج هو المحرم والفعل صحيح. بالمثال يتضح ان شاء الله تعالى. الان صلى في مكان مغصوب، في ارض مغصوب، الصلاه صحيحه وعليه اثم القصد داخل وخارج الصلاه. اي نعم. لكن لو صلى مكشوف العوره فالصلاه باطله، لان النهي عائد الى شرط، لان شرط من شروط الصلاه ستر العوره او اخذ الزينه. فاذا كان النهي عائد الى ذات المنهي عنه او شرط ذات المنهي عنه صلى ولم يقرا الفاتحه فالصلاه باطله. صلى بغير وضوء فالصلاه باطله. لكن الامر لامر خارج، صلى في ارض مغصوبه فالصلاه صحيح. اذا كان النهي عائد الى ذات المنهي عنه او شرطه فالعباده باطله. واذا كان النهي عائد لامر خارج فعليه اثم الخارج والعباده صحيحه. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: ومتلف المؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. نعم. هذا يسميه العلماء الصائل المتعدي. انسان تعدى علي فانا ادفع بالتي هي احسن، يعني ادفع بالاقل او بالاعلى. دخل سارق وانا لدي سلاح وهذا السارق ليس لديه شيء، ايش اصنع؟ ادفع بالتي احسن. كيف؟ ارفع عليه السلاح اقول اخرج. خرج الحمد لله. هذا قال لا اقتل والله. نقول لا، تدفع بالادنى. يصلي وجاء انسان اراد ان يمر بين يديه كف، ها، يضربه؟ لا، يدفع بالتي هي احسن. من دفع؟ يتقدم، يحاول، صح، لكن بماذا؟ بالاعلى وبالاقل، بالاقل. فاذا دفع وحصل له هذا الشيء، هذا صائل متعدي، لا اضمن، لكن لا اضمن اذا كان الدفاع بالتي هي اقل. مفهوم؟ تعيد. قال رحمه الله: ومتلف المؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. نعم، لكن قد يكون التعدي منك. إذا كان دفع أذاه له فهذا لا يضمن، دفع أذاه به يضمن. هذا يقول قاعد ابن رجب رحمه الله، مثال الآن أوضح لك. الآن في الحج في الطريق بعد الإحرام أوشك على الهلاك، وجد حمار وحش صيد، يحرم عليه الصيد الآن محرم، لكن قال أموت الآن، لا أصيد، بسم الله، وقتل الصيد، يضمن؟ يضمن ولا بد، لأنه دفع أذاه به، صح؟ طيب، جالس في الخيمة محرم في الحج في مكة، وهو في الخيمة جاء حمار الوحش وهجم عليه وكاد يقتله، فدفع بالتي أحسن، إيش يصنع؟ قتله، رماه بسهم أو كذا. مفهوم؟ يضمن هنا؟ لا، هذا أذاه له، وفي الأول أذاه به، لا يضمن. مفهوم؟ لكن لو كان لديه شيء من الفقه عندما يرمي حمار الوحش الآن عندما جاء وصال وتعدى عليه، إيش يقول؟ يقول بسم الله، يكون حلال. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم؟ نعم، هذه صيغ العموم. صيغ العموم ما دل على العموم بمادته، كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو استفهام إنكاري، وأل الاستغراقية، وأل التي لبيان
الجنس، لكن إذا كان على العهدية إذا كان المعهود عام. ما دل على العموم بمادة، صيغ العموم ما دل على العموم بمادة، كل وجميع وكافة وقاطبة وعام. أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو استفهام إنكاري، وألا الاستغراقية، وأل التي لبيان العهد لكن إذا كان المعهود عام. هذه سبع صيغ تدل على العموم، إذا جاءت فتحكم على هذا النص بالعموم. كل بدعة ضلالة، أم الباب كل ما دل على العموم بمادة. أسماء أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، وأسماء الموصولة والنكرة وكذا. نعم، هو سيذكر لك الآن صيغ العموم. نعم. قال رحمه الله: وأن تفيد كل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. العليم، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، الحي، القيوم، أسماء الله الداخلة على الأسماء الحسنى تفيد العموم. نقول مثلا في السميع، السميع سمع بمعنى استجاب، سمع الله لمن حمد استجاب، إن ربي لسميع مجيب. وسمع إدراك الأصوات عام وخاص وتهديد، نثبت الكل بماذا؟ بأل. مفهوم يا شيخ؟ نعم. قال رحمه الله: والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي. نعم، ذكر. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. نعم. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. المفرد إذا أضيف يعم. نعمة الله، هل هي نعمة واحدة؟ لا، مفرد أضيف يشمل كل نعم. نعم. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. كم الساعة؟ 6:16. نتوقف، ما أدري، ننتهي؟ أنا ما عندي مشكلة. طيب، الآن الله سبحانه وتعالى وضع لنا علامات وأمارات نعرف بها صحة العمل من فساده، القبول وعدمه هذا علم عند الله. الآن صلينا الفجر ولله الحمد والمنة، فجاء إنسان، جاء الشيخ وقال لا الصلاة باطلة، نقول لا الصلاة صحيحة مقبولة، الله أعلم، قبول وعدمه هذا علم عند الله. لماذا الصلاة صحيحة؟ قال أتينا بالشروط والأركان والواجبات وانتفت عنا الموانع. شروط، أركان، واجبات، وانتفت عنا الموانع. أنت تدعي البطلان مطالب بالدليل. قال صلينا قبل الوقت، قبل الأذان، الأذان يؤذن 44 دقيقة وإحنا صلينا 43 دقيقة، إذن الحق مع من؟ مع هذا. كان صلينا بعد الوقت فالصلاة صحيحة. إذن الله سبحانه وتعالى وضع لنا علامات وأمارات نعرف بها صحة العمل من فساد، أتينا بالشروط والأركان والواجبات وانتفت عنا الموانع فالعبادة صحيحة. ومن يدعي البطلان يطالب بالدليل. يعني لو وقف عندنا إنسان الآن وقال صلاتكم باطلة، نقول جزاك الله خير، صحيحة مقبولة، هذا علم عند الله، صحيحة، أتينا بالشروط والأركان والواجبات. يقول ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، فإن أتى بالصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وانتفت عنه المبطلات فالصلاة صحيحة. نعم. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. نعم، يعني الآن عندما أذن لصلاة الفجر كانت الذمة فارغة وأصبحنا نطالب بصلاة الفجر، أدينا الصلاة على ما أمر الله سبحانه وتعالى فالصلاة صحيحة، قد استحق ما له من العمل. جاء إنسان واتفق مع الشيخ في بناء جدار، قال تبني لي هذا الجدار بألف، بنى الجدار يعطيه 1000 ولا بد. نعم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.